منطقة حي أور بالناصرية، بعد هي هاي المنطقة غرقانة، ماكو أي شخص أو أي شخص مسؤول إجا قالهم أو مد إيد العون لهم. وين هاي الخدمات؟ وين هاي راحت الحشي كله؟ وين راح؟ صار 3 أيام هسه، حتى المطر توقف، ماكو شغل، ما اعرف وين، شو السبب وشلون الحل، ما اعرف والله. خلية الأزمة اجوا زاروكم المحافظة؟ شيء ماكو، لا والله ما شفنا ولا واحد اجى. طلعنا مظاهرات اليوم هناك و طالبوا بحيور الثانية وبديت تسمع. لا تسمع ولا عين انت، ترى شو تسوي؟ ما تقول شو يصير، الحمد لله وشكرا. هذا باللطاف الشوارع. قال اريد ما اريد العالم الصيف باربي. ها؟
يعني فوق هذا اللي بيئتم من بكتو؟ يعني فوق هذا اللي بيئتم؟ بالله الكريم البكتو من شمال الجنين. يشتريها مستر الله يعني شنو اتفاقيه بين المقاول والمحافظه وها هي ما حد بالمساكين بالناس هاي الابرياء من هوله شنو بنيت بالقران الكريم شو جاي اريد تلقون من هوله مسدوده بنيت بعد يشتردون يعني شنو ذي بالعوائل هاي الاطفال خطيه زين قل لي اكو وفيات اطفال راحوا هنا بالمنطقه هاي شباب الكهرباء نشون؟ بسبب التيولة هاي مع الكهرباء واحد من يطاح بالنهرة واحد بسبب قاعد تنزل الماي هاي الكهرباء وقاعد تنزل الماي مثلوا هنا أشخاص ثلاثة وأربعة ولوقع بالبلوعة وهذا طيب واحد طاح بالمنهولة طيب وفى يعني طفل له كبير قد عمره عند 4 سنوات بده 5 سنوات عمره هاي كلهم هذا بيت هذا بيت أعزائي المشاهدين احنا ايضا هناك بيت اخر بالمنطقة احنا رايحين عليه راح نشوفه وجاي نمشي بالماء يعني احنا بنص الماء جاي نمشي هاي شنو هاي غراضكم هاي بالشارع هذه غراض ماكينات العصبان الله يساعدهم البيت هنا كله خاب هاي بسبب شنو لا مجاري وكلها مطمومة وكلها مسدودة لا شغلة منطقة لا شغلة بلدية بيها حاب كل شغلة زين جوكم مسؤولين مجلس بلدي ما حد مر وعندنا مريض وعندنا طفل يتعارض يظل مكانه لأن ما تقدر تعبر بيه الماي هاي منا وانت تشوف جاي تشوف وتصور المهم تشتكي هاي صار لنا من المطرة لليوم هاي العوائل تشوفها كلها كارثة ببيوتها لا شغل لا مزق حتى رزقها انقطع زين شلون تسوقون شلون اكلكم شلون هاي باقين ها باقين عندنا جاي تاكل بيه العائله زين هاي شوف الوضعيه بعينك بعد يعني احنا شنو خلصنا من ظلم طبينا الظلم هسه نريد فد شيء يقدمونا للمواطن هذا المواطن المسكين يقدمونا فدكم يرضى عليهم كل شيء ما نريد من عندهم احنا يعني يطلعون بالتلفزيون بس بوقت الانتخابات يطلعون يظهرون للعالم بس بوقت انا راح انتخب ما يصير هالشيء. احنا نريد تكون يعني كلمة الحكومة قوية فعلها ما نريد من عندهم احنا نصير مثل ان انقلهم مثل باقي الدول مثل الامارات مثل السعودية مثل الكويت هاي السعودية فاضت رجعة طبيعية احنا وين منطقة من الشارع للشارع ما مسوينه مرحبا قل لي اكو بيوت هنا شالت بعد بالمنطقة والله دول جيران اللي هم خطية البارحة والله اي كم عائله شالت من هنا قل لي اكو وفيات هنا حوادث صارت بس واحد هنا طاح بالبلوعه على الشارع واحد طاح بالبلوعه بالماء على الشارع العمود عمو رحت لحي المعلم المجاري طقت من هون طقت وين شلتوا انتم حي المعلم وين دخل لكم الماي للبيت كلش للغرف ويعني اخو ما ضرر عندكم احد بالبيت بالبيت يا اخو ما كنت طفل بن عاش السعد يعني طفل بن عاش من الماء تمرض شنو شبيه خطيه تنق من الماء بعد شبيه دخلكم الماء داخل الغرف كله جو هذا الولد دخل الماء كله دخل الماء كله دخل شال ما يخلي الحكومه 11 مليار وينهم
زين انتم هاي المقاول اللي لزم المنطقه اجاكم طابور بالسته اكو منطقه مال مجارع عموم ما شارع عموم يحط طابور بالسته يصير يعني زين البور اللي هي الدوله وين وداه سفر الغير محافظه باعوا جابوا مكانه غير بوري 11 مليار وين راح يعني هاي منطقه شوف انت هاي شوارع بوري وبالسته حط لها شلون يصير شلون يصير يلا احكي لي شنو انت وين واصل؟ ما وسع والله العظيم قال انا حتى تبنيت هذا الشارع ما مبطين بورو بالستة اكو مكان يسوون في بورو بالستة طابوق على الصغاسه ست بورو بالستة وين صايره؟ والله العظيم شوف الماء وين واصل شوف هذا من ساعتين انا بس افرق الماء عود ما يدخل للبيت عم احنا غرقنا هاي الله يرضاها محمد الخلق يرضاها صارت مسدانا طابوقات باسمي بس اسمح لي خلنا ندخل جوا اكو حد بالبيت سوينا طريق بس سوينا طريق شوف الديوانية هاي الديوانية فرق يعني ما يصير هذا حد العالم هاي الطلبات الجرارات حتى كهرباءكم هاي حتى كهرباءكم يعني شردنا من حيور الحي المعلمين مو جرح يعني هو الطفل المسؤول الطفل مال المسؤول اذا هاي الطريق الحديثة حاليا خلي يستخدموها المقاولين الطفل المسؤول الطفل المسؤول هذا انتم علينا حتى ما يدخل نعم مي نعم بس علينا هذا وفرغتوا البيت هذا البيت فرغتوه من المي وعليتوه بهذا هذا طب المي فرغناه صارت عندك تعاش بالغرام تصور هاي الغرام شوفها شوف هاي الغرام تفضل شوف والله العلي العظيم هاي الحجية من نمس ما نايم والله العلي العظيم الله يساعدك يابا الحجية من نمس ما نايم حجية الله يساعدك ما تحكي لي بروح امي شنو صار شنو هاي التوم روح هذاك يطلع لنا من جوا القاع دور وجهك علي ها بعد قلب الله يسلمك بعد روح هذا شوفه هالحافظ السياج وهو يطلع علينا اي وطلع لنا من الكاشي منه هذا الكاشي هاي انتم شنو هسه هذا اللي مخليهن وين هذا اللي عود ست زين هسه انتم هذا شنو هم بانينا من هنا قاعد تفرغين انت هسه ايه طريقه حديد هاي هسه انت جاي تفرغين من الحمام من الحمام وذبون برا انتم اي وذب بطال المتروسه شافها شو سووا لنا من اول يوم المره نفس الحاله صار لنا ثلاث ايام يوم المطر لليوم زين انتم اطفالكم شلون انت شلون تطلعين شردناهم عند العالم بس انا وحده بين بناتي ظليت شردنا من عند الوادي شو سوي؟ ها شكله؟ وين داري؟ وين الشرباية شرباية؟ وين الشرباية؟ ما أعرف يعني المناظر مؤلمة جدا إنه ناس يعني المفروض هسه شتاء ناس مرتاحة وقاعدة ببيوتها تشتغل شغل هم في غنى عنه أعتقد المسؤولين يمكن يتصورون إن هذا فيلم أو مسلسل يا بترى حقيقة ناس جاي تعيش ليل نهار بهذه الطريقة المؤلمة مع الماء مع 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 الرطوبة مع تلف أغراضها هذا بس فقط بس التلفيات هي ألم بحد ذاتها ناس توفت يعني بالعراق قصص مؤلمة وعجيبة وغريبة وإحنا يعني ما أعرف المسؤولين إذا ما هم على أرض الواقع شافوها باعتبار هم في بروج عاجية فأعتقد أنه الإعلام كفى ووفى بمناظر كثيرة وإذا هو ما قادر يتابع شاشات التلفاز فأعتقد هو عنده أيضا يعني يتصفح الفيسبوك يتصفح تويتر ويشوف المناظر العجيبة للشعب العراقي ما معقولة لحد الآن إحنا صمت طويل حول هذا الموضوع.